السلام عليكم، شكرا جزيلا. انا اعتبر نفسي صحفيا غير نظامي، لانني اشتغلت عده سنوات في عده جرائد جهويه ولو واحده كانت تطبق معنا صحيح لدى صندوق الضمان الاجتماعي تقاعد وراتب وكذا، هذه ما كايناش. احنا عندنا هنا في وجده باغي دير جورنال دير جورنال، كون كيما بغيت تكون. اما الناس كيشوفوا في وجده شنو هما الجرائم الجهويه اللي موجودين وما ليهم شكون. حقيقه القانون هو انه كل مواطن مغربي له الحق في اصدار، لكن على الاقل خص يكون شروط، شروط مهنيه وشروط موضوعيه، باش ماشي غير اللي من هبه ودبه. مهنة من لا مهنة له، وكاين حتى مهنات اللي عندو مهنة أخرى غير مهنة تاع الصحافة، هذوك ما نهضروش عليهم. مع احترامي هذو الأغلبية في وزارة التعليم والبلدية وكذا وهذو بعض القطاعات، ومع احترامي لبعض الأساتذة الذين يشتغلون في جرائد جهوية أو وطنية، ولكنهم أساتذة لا ما يزنكلوش، قابلين للقيف العربية التعب، قابلين للقسم ديالهم، قابلين للتعليم ديالهم، قابلين للوظيفة. وداك الصحافه في حاجه زايده فوق الخدمه ديالهم، عمرنا ما شفنا شي واحد المجموعه انها خرجت من القسم ديالها وجات تهضر. بالعكس كاين ناس اخرين، ثم كاين واحد اللي لا مهنه له كما قال. انا اعتبر نفسي واش لا مهنه له، انا كنقول صحفي مهني غير نظامي، ما عنديش البطاقه، البطاقه المهنيه اللي يديرها لك واخد لك الحقوق ديالك في الصحافه الجهويه. الوزاره كتعطي البطاقة في إطار واحد اللجنة اللي ما كتسولش شكون هاد الناس واش الواحد يدي بطاقة مهنية ليه والزوجة ديالو. بالعكس كاع كانت في وجدة واحد الظاهرة معروفة أنه كتاخذ البطاقة المهنية نتاع وزارة الاتصال باش تمشي تحرك بها للخارج. علاش ما نفتحوش تحقيق حنايا في اللوائح نتاع كاع اللي استافدوا من البطاقة المهنية في وجدة من 1900 عندي، وحنا غير من 2000 لهنا، غادي نكتشفوا الكواهد. الناس مشاو شي مشى بتطويرها، شي مشى عطى لوطو، كل واحد واش مشى ولا القصص معروفين وكذا وهذي. وواحد كيجي يدير البطاقة للزوجة ديالو، واحد يديها لخوتو، واحد يديها لصاحبو، واحد يديها لخوه. وما عمرني ما سمعت انا شي جريدة جهوية داير السميك تاع الصحفية كتخلص الصحفي. ما عرفتش زعما هادي، إلا كاين شي واحد يقول هادي ولا عطاوك يعطوك واحد الشبون كتخلص الدبل معاهم. شكرا 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 جزيلا للصحافة الوطنية، أعطيتها حقنا. كنت مواصل بجرائد ووطنية ودابا راني عاود مواصل بجرائد، أعطيتنا حقنا. بنادم ما عارف واش دار عليا واش دار كيمشي بحال هنايا في وجدة، واش أنا الصحافة الجهوية ما كايناش أصلا. كاينة الصحافة الجهوية، أنت كتشوف جريدة عامة بالانترنت وعامة اللي كيخشوا في الصحافة الوطنية، والباقي تعزيات ودينيات وزيادة عودة على الصحافة الإلكترونية. كاين واحد الميز عنصري 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 تاع إدارات عمومية الدولة كتعطي الإشهار اللي بغات في المواقع الإلكترونية، مع العلم أنه حتى شي موقع إلكتروني ما عنده الإذاعة القانوني. ندير موقع إلكتروني ندير له شركة ونجي نقول له عطيني إشهار، تكتب عليه زين يعطيك، ما تكتبش عليه زين ما يعطيك، مع أنه أموال الشعب هذيك وأموال عمومية. خصنا كاع إلا كانت هذه حنا كاملين غير قانونيين، إلا شي يستافد شي ما يستافدش هي حقها، هي عنصرية بيني وبينك، تمييز هذا. إلا كاين شي حاجة يقولوها لنا، وما كاين بزاف المؤسسات، لا كاين غير كانت كتعطي الجرائد اللي حقيقة جرائد الإلكترونية، واشنو دار شركة وجاي يدير إشهار تعب وهو عنده وظيفة أخرى.
الشحمه في المعلوم. السلام عليكم. اختي قول على انه بالنسبه للمشكل الحقوقي لنا الحس الصحفي مرتبط بمسالتين يجب الحسم بهما في المغرب بصفه نهائيه. اولا مجلس اعلى الصحافه. مجلس اعلى الصحافه اعتقد انه حان الوقت لياخذ المغرب طريقا واحدا وليس طريقا. مع الاسف يعني يحاول ان يزوج بين نظام لا يمكن المزاوجه بينه. اعطيكم مثال. لكي يكون مجلس اعلى الصحافه هيئه حقيقيه يجب ان يكون هيئه مهنيه. والهيئه المهنيه عندنا في المغرب منظمه بقوانين وهي سته تقريبيه الاساسيه: المحاماه، الطب، الصيدله، المهندسين المعماريين، جراح الاسنان، والقابلات والمولدات. هل كنلاحظوا على انه يمكن ان يكون هناك شخص لديه دكتوراه في الطب جايبا من امريكا ويجي المغرب ويستصدر قرار من امين عن الحكومه لفتح عياده، ولكن في الاخير يجب ان يسجل لدى مقر هيئه العظيمه. المحامي نفس الشيء، بل الاكثر من هذا ان هذه الهيئات لها سلطه تاثيريه عليه، تقوم باشراف على التمرين، تقوم بتدريبه، تقوم بالتوقيت المؤقت وتصل الى حد الامكانيات تشتغل عليه. لذلك نلاحظ في هذه الهيئات هناك انضباط لاخلاقيه المهنه. اكثر من هذا انه في بعض الهيئات نلاحظ انه عندما يرتكب العضو مخالفه ما يتم اجراء محاكمه تاديبيه له، وبعد ذلك عندما يتم اجراءه القضاء له الاسرائيلي لمتابعته وليس كما يجري داخل جسم الصحابه. جسم الصحابه يكون جسم الصحابه لحد ما التصور هو تصور نصف هيئه مهنيه نصف مجلس اداري من ضمان اليه واش اجباري انه يديروا مثلا صحيح. هيك في منتقبة المكتبة التمثيلية خرجنا من الهيئة المهنية. المحاماة عندنا هيئة واحدة. الأطباء هيئة واحدة. لذلك عندما ندخل هذه الكلمات فمعناها بأننا نسير بجسم الصحفي وعندنا جهل لا يمكن في التحكم بالصحفي وبالتالي لا يمكن التحكم بأخلاقيات الصحافة التي ولا في الورقه الموزعه في الاشارات في العديد من الزيارات والاخوان الامتناء. والمساله الثانيه هي الحسم النهائي ايضا وفيما يتعلق بالعقوبات بالنسبه للصحفي المهني، لانه الان جسم تطور تطوره جرى وراءه مع التطور التكنولوجي العالم للصحافه الالكترونيه بين قوسين مدة قانونها تقريبا جائزة ستكون ضمن مدونة الصحافة الإعلام، ولكن في يعني هذا الجسم كله الذي توسع ينبغي أن يكون القادم إليه يعرف مصيره في حالة كبير خطأ مهني. ما دام أن مجلس الصحافة لا يقوم بهذه المهمة سيجد نفسه أمام القضاء، والقضاء سيحاكمه عادة ليس فقط بقانون الصحافة ولكن يجر ورقه دائما مواد من القانون للجهة الإدارية. حل الوقت لما حل هذا المشكل. حل هذا المشكل أعتقد وعلى مجال كل مناقشة تجربة كندية. كندا باش نكونوا ما فيهاش مهنة ديال الصحافة. الصحافة كلها الوطنية والمحلية والجهوية والإلكترونية والإذاعة المزورة منظمة 14 مادة. قانون 14 مادة هو. ولكن المواطن صحفي وبالتالي يطبق عليه يعني ليس هناك جسم سينما صحفي، داروا الصحفي النقابة عندهم بطاقات ولكن الدولة ما تعترف الدولة بالنسبة لها ديك شي حاجة صحفي. غيكون مواطن، غيكون مراسل في الوطن، غيكون مدير مسؤول، وبالتالي اصبحت العقوبات بالنسبه لهم والمتابعات واضحه. واضحه ما فيهاش مجال ان الاصل هي الحريه، لكن مع ان الواحد تطرق عليه الاشياء التشهير الى اخره. لذلك اعتقد بانه الصحافه الوطنيه ثم واساسا الصحافه الجهويه الجهه الشرقيه يعني مدعوه بان تقفز واحد قفزه اخرى لانها غائبه عن المستوى الوطني. واقولها هذه تحدث فيها راينا كتشوف جهه
لا اعتقد بان قرار الارتفاع بعد 2019 التجربه ديال كازابلانكا فشلات، التجربه ديال الرباط فشلات، حاولي بجريده وطنيه، الرباط العاصمه، الرباط سالا الصخيرات مالها، هذا جزء يعني مرة ضربة جريدة الرباط عددها وتختفي، ضربة جريدة جميلة في سالا وتختفي، مالا مرة ضربة وهكذا، لذلك اعتقد بان هذه التجربه اللي موجوده في الجرد التاريخي واش الحرب في الجهه الشرقيه حوالي 48 جريمه رقم مزيان 50 اللي دازت والبعض منها راه غير قريب للسقوف وبالتالي اعتقد بانه بالاستمرار في هذه اللقاءات مع اللجنه الجهويه يمكن ان نطور هذا المجال والاخوان اعتقد بانهم صحفيين وعشيرهم مستعدين لاي نوع من الارتداء الذي يدفعه لحقوق الانسان ما ننساش واحد نجل الصور، الصور أيضا هذه ربما الأخذ الرئيسي بالنسبة لي، هو المقالة أنه كاين مجهود ولكن على مستوى الصور المؤثرة للمقالات أعتقد بأن جلها غير حقوقية، يعني هي مست وهذا طبعا كما قلت مستنبط من التجربة الوطنية لأنه هناك جرائم وطنية يومية اللي تنشر او تؤثر المقالات بصور لا علاقه لها بحقوق الانسان. شكرا. اللي تعاد نهضر على الموضوع نتاع الله يحفظك في الدقائق ما كانش حاجه لها في الشيء. اول ما عرفتش روحي هذا غادي تعاود لها هذا الشيء. جميع المتدخلين لا تنسى مره القضيه جميع المتدخلين احنا في العموميه وجميع الشخصيات هم اساتذه وفي الكلام مازالوا اساتذه الاساتذه داو التحدي، حنا ما غاديش نحدو فلان وفلان وفلان، هذو الاحتلال بالعموميه. الدعم تاع الدوله استاذ، الدعم تاع الدوله خالي، واش تعطي الصباح اللي عندها مواصلين وكتخلص الناس وكتحامي بينهم طبقات وكانوا مثلا كانوا متقاعد وكانوا مالهم هذي، ولا تعطي الجهه الجهويه اللي كنت تداوم بشي كنت تحوس بهم، وكانت وجده. الناس داو الدعم ومشاو حوسوا بهم الخالي مع بزور. وثانيا الدعم كنعطي الدعم للجاريه الجهويه، قولي شكون الجاريه الجهويه اللي على الصعيد الوطني، شكون اللي مخدم ناس؟ عندنا في وجده كيجي يدير لاشق يدير جورنال يعطيو له واحد الباحث يبيع سرق زيت بالبابوت في السوق الاخر ولا عنده جريده وعنده البطاقه المهنيه هو والزوجه ديالو والبنت ديالو، وخدتها تاعك، وحنا هذه 30 عام خدامين بابوها، ما كاينش جريده جهويه اللي الناس تاع الجهه الجهويه اللي خدامين معاهم انا نحسن عنهم، هذيك كيقولوا لهم هز الزيت وخذ طبع راسك، ما كيخلطوا مع هذه كيفاش بدا استاذ؟ ونزيد انا نعطيه الدعم باش يمشي ياكلوا، ولا باش يدي الدعم كيجيب ناس اللي خرجوا الدي بي دي عندنا في الوحده، ناس اللي خرجوا الدي بي دي كيسجلوهم على انهم صحابيين نهائيين معاهم وما كيطعموا لك وشعب وكيديو بهم الدعم. اهو مكا هذا هو حق الانسان. هذه هي النقابة، هذه هي وزارة الاتصال، يعني أو ديك اللجنة اللي كتعطي البطاقة فيها كلشي ممثل، تسمى كلشي مطلق، كاملين وبدون استثناء الجهات الجهوية، قول لي شكون؟ شكون اللي كتخلصوه؟ شكون اللي داير له الدعم؟ يا إما بناتهم، وإما خواتاتهم، وإما صحاباتهم، وكيجيبوا لهم البطائق المهنية، عندنا الحجة هنا في وجدة، ما نهضرش أنا على الوطن، إوا واش تجي تهضر لي عليهم؟ أنا صحابي الجهوية لا تهضر عليهم. فينا بعدا يطبخوا الانسان هما عاد تنتظر عليها وعندنا خالد لا اسمح لي اسمح لي لا وعندنا بطاقه النهايه اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي